ضمن الحراك الثقافي الذي تشهده إمارة الشارقة وفي إطار حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الارتقاء بالمستوى الثقافي للإمارة، افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة مبنى هيئة الشارقة للكتاب ومدينة الشارقة للنشر في منطقة الزاهية بالشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وعدد من المسؤولين في الإمارة. تعتبر مدينة الشارقة للنشر أول مدينة نشر حرة على مستوى العالم، تقدم خدمات مميزة للناشرين والمثقفين والأدباء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، حيث توفر لهم الترجمة وأيضا إعداد الكتب وأيضا طباعة الكتاب بالطريقة الرقمية الجديدة أو حسب الطلب أو الطريقة التقليدية، حتى ستكون هذه المدينة منصة مميزة لنشر الثقافة والإبداع الفكري. تعد مدينة الشارقة للنشر أول منطقة حرة للنشر في العالم العربي، وهي إحدى مشاريع هيئة الشارقة للكتاب الرامية إلى توفير بيئة استثمارية حاضنة للناشرين والعاملين في قطاع النشر من مختلف بلدان العالم عبر سلسلة من التسهيلات والمرافق الخدمية على مستوى الطباعة والترخيص والتوزيع. طبعاً اليوم سوف يشهد إطلاق مبنى هيئة الشارقة للكتاب، هذا المبنى أو هذا الصرح الذي سوف يكون نواة لكل الحالمين، لكل الداعمين أو لكل المهتمين في عالم النشر، من كتاب، من أدباء، من مؤلفين، من أصحاب دور نشر، وأيضاً من جهات مختصة في خدمة هذه العجلة. فرصة لجميع الناشرين لتحقيق التواصل الحي مع أسواق الكتاب في مختلف بلدان العالم،